نستعرض مع بعض مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية للمحليين ومباريات كأس الرابطة الإنجليزية وكأس إيطاليا. النهارده في مجموعة مباريات مهمة جدا، وجمهور الأهلي هيبدأ بقى يركز على كأس أمم إفريقيا للمحليين النهارده في مباراتي نصف النهائي. الساعة 6 السنغال في مواجهة مع مدغشقر، مفاجأة البطولة. والساعة 9 ومتابعة أكيد هتكون مهمة جدا لأحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المنضم حديثا، هيقود النهارده منتخب الجزائر أمام النيجر. الجزائر مستضيف البطولة وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويوصلوا للمباراة النهائية. مباريات اليوم أيضا في كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة 10 من مساء اليوم نيوكاسل يونايتد بيستضيف ساوثهامبتون، وفي كأس إيطاليا النهارده إنتر ميلان في مواجهة مع أتلانتا. كل التوفيق يا رب إن شاء الله. نشوف النهارده مباريات ممتعة سواء إفريقية أو حتى أوروبية. النهارده طبعا مفيش مباريات محلية، انتهاء مباراة الجولة 16، لكن أكيد من بكرة كل تركيزنا هيكون على مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاحية كأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأن عندنا أخبار وكواليس ومعلومات عن بعثة فريق النادي الأهلي في طنجة.